مساء الفل، عاملين ايه؟ اي حد بيحب البسكوتات زي كده لازم لازم يجرب الوصفة دي. وصفة بجد تحفة، احلى بسكوت ممكن تجربوه. بسكوت هش خفيف مقرمش، طعمه يجنن، ريحته خطيرة، بجد فظيع، لازم تجربوه. وهقولك ازاي لو انت وقعتي في مشكلة كده وانت بتعملي البسكوت. انا غلطت غلطة كده وهقولك ازاي الغلطة كانت ايه وازاي عالجتها عشان البسكوت ما يبص مننا او العجينة ممكن تبوظ مننا. اول حاجة هنبدأ بيها، عندنا المكونات عبارة عن طبعا زبدة وسكر في الاول، فعندنا هنا 150 جرام من السكر الباودر، عندنا كمان 300 جرام من الزبدة، مش محتاجينها طرية قوي عشان احنا في الحر، فمحتاجينها تكون طرية بس طرية متوسطة، يعني نص نص كده زي ما قلنا 300 جرام. ممكن كمان تستخدمي 250 جرام من الزبدة و50 جرام من الزيت النباتي، هيدينا قرمشة اكتر للبسكوت. عندنا كمان رشة ملح، عندنا رشة فانيلا او كيس من الفانيلا الباودر، عندنا كمان نص معلقة من قصنص جوز الهند، لو عندك استخدميها هيكون اضافة تحفة. عندنا كمان الدقيق عبارة عن 450 جرام من الدقيق، عليه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. عندنا كمان 75 جرام من جوز الهند، جوز الهند عادي المبشور. انا النهارده هعمل بسكوت بجوز الهند ولازم لازم تجربوا البسكوت ده، انتوا مش متخيلين هو قد ايه حلو وريحه وطعم، يعني فظيع بجد. عندنا كمان بيضه، والبيضه لازم تكون درجه حراره المطبخ. الطريقه بقى سهله جدا جدا، زي ما قلنا عندنا زبده وسكر وفانيليا ورشه ملح، وعندنا كمان قصنص جوز الهند. ولو انت هتعملي البسكوت ده وعندك قصنص جوز الهند لازم تضيفيه عشان هيدعم معاك طعم جوز الهند اكتر. هنضربهم مع بعض كويس جدا جدا دقيقه او دقيقتين لحد ما يتحول معايا الخليط كده كريمي كده وفاتح بالمضرب الكهربي، او ممكن بمضرب سلك يدوي بس هياخد منك وقت شويه. بعد كده عندنا زي ما قلنا البيضه، هنضيفها برده للخليط ونبدا برده نضرب تاني حوالي دقيقه او دقيقتين تاني. كل ما بتضربي اكتر في البسكوت كل ما بيديكي هشاشه اكتر، وكمان بيكون القوام ده كريمي وفاتح اكتر، فخدي وقتك في الخطوه دي هيبقى معاكي البسكوت نتيجته افضل. بعد كده هنضيف زي ما قلنا جوز الهند، 75 جرام من جوز الهند، وعندنا كمان الدقيق زي ما قلنا 450 جرام من الدقيق، عليهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وبالراحه بقى هنقلب بقى بسباتولا او هنقلب كده بترطيف صوابعنا، انا دايما بحب ممكن اقلب البسكوت باطراف صوابعنا كده بيكون افضل، عشان كمان تحسي العجينه كده مظبوطه معاكي او لسه لا سايله قوي محتاجه رشه دقيق، بس هو ده ان شاء الله ان شاء الله المقدار هيطلع مظبوط معاكي وزي الفل. المهم بقى هنقلبها كويس لحد ما كل دي يختفي وتتحول معايا العجينه، وزي ما قلنا مش بنعجن خالص في البسكوتات. هنغطيها بقى بكيس بلاستيك او بستريتش، ولازم ندخلها التلاجة ترتاح حوالي يعني نص ساعه، يعني نص ساعه مش اكتر من كده. بعد كده هنكمل بقى باقي الخطوات. بعد ما اعمل العجينه ترتاح زي ما قلنا حوالي نص ساعه، نجيب بقى الصينيه تكون مش مدهونه، وانا بفضل دايما الالومنيوم في الكيك او في البسكوتات، ونبدا بقى ناخد حته حته من العجينه. النهارده من غير ادوات ولا اي حاجه، انتوا عارفين دايما بعمل بسكوتات اسهل حاجه في الدنيا، مش بندور على ادوات ولا قطاعات ولا اي حاجه. هناخد قطع قطع صغيره كده من العجينه نعملها كوره، وبعد كده نبططها بالراحه ونحاول نعملها كده فيها جزء كده او نغزه بالراحه علشان نضيف فيها مربى. لو انت حابه تعملي الخطوه دي او تزودي البسكوت يبقى زي قريب شويه من بيتي فور او كده، هنحط المربى كلها خطوه واحده. انا بقى بعد ما عملت الصينيه دي وحطيت المربى وكله تمام، وهي دي الصينيه دي كانت صينيه حجمها كبير، دخلتها الفرن عشان تستوي، وبعد ما خرجت وبردت شويه بدات ادوقها، فطلعت البسكوته دي هي فرشه جدا، مع تقريبا كلهم لزقوا في بعض، والبسكوته كانت هشه كده ومنفوخه، وبعد كده طعمها مسكر جدا جدا. فاكتشفت ان انا حطيت ضعف مقدار السكر، بدل 150 جرام كنت حطيت 300 جرام من السكر، فطبعا العجينه باظت مني. فعشان اعالج الموقف ده تاني رحت عملت عجينه تانيه او عملت مقدار تاني من البسكوت ده، بس طبعا من غير سكر خالص، وعجنتهم تاني كلهم مع بعض علشان السكر كله يتوزع في كل العجينه. وبعد كده برضو دخلتها التلاجة ترتاح شوية، وبعد كده شكلتها، بس المرة دي كان المربى خلصت مني، او انا اتعقدت ان انا اعمل بسكوت بمربى تاني، فرحت عملتها كلها سادة، كورتهم كده كور، وبرضو حطيتهم بططتهم بالراحة في الصينية، ولازم نسيب بينهم مسافات بسيطة. وبعد كده هندخلها فرن سخن، لازم يكون متسخن كويس على درجه حراره 180، وهندخل البسكوت في الرف اللي في النص. هقعد منك حوالي 15 دقيقه، انت تابعيه طبعا لما يبدا ياخد لون ذهبي حلو كده، تحسي ان هو اخد لون ذهبي حلو من الاطراف، ممكن تهدي النار شويه ل 160 وتسيبيه برده كام دقيقه تاني عشان يبدا اللون يبقى ذهبي اكتر شويه او يتوزع شويه على باقي البسكوته، او طبعا ممكن تطفي وتولعي الشوايه، دي براحتك انت. كده او كده جربوه، المهم بجد لازم تجربوه، البسكوت ده حلو جدا. الجوز الهند مديله هشاشه كده ومديله خفه وريحه، يعني من احلى البسكوتات بجد اللي جربتها. كمان خلوا بالكم الوقعة او الغلطة اللي انا وقعتها دي، لو اتعاملتوا معاها قبل كده لازم تصلحوها ازاي. واشوفكم فيديو تاني، مع السلامة.